لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية من صحيفة طريق الشعب، ونقرأ افتتاحيتها بعنوان إجراءات الحكومة والمركز قاصرة، حيث يقول هذا التقرير: يواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في مكاتب الصرافة ببغداد. بهذا الارتفاع المتواصل احترقت كل الوعود المعسولة التي أغدقتها الحكومة والبنك المركزي، حتى بدا أن الوضع ينزلق بسرعة إلى خارج السيطرة إن لم يكن قد انزلق فعلا. والأمر المثير للاستغراب أن مزاد العملة ما زال شغالا، وتضخ من خلاله ملايين الدولارات والتي تصل إلى 200 مليون بل وتزيد. يكاد يجمع المتخصصون على أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة مع البنك المركزي لم تعد كافية، وأنها ستظل قاصرة طالما لا يتم الإقدام على مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومعها ملاحقة المسؤول عن تهريب الدولارات إلى خارج العراق والمراقبة الفاعلة للمصارف ومكاتب الصرافة، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين والمضاربين. الدينار يفقد كل يوم المزيد من قوته الشرائية، وينعكس ذلك سلباً على القيمة الفعلية للرواتب والأجور، ويقود إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. والحقيقة هي أن الزيادات التي أضافتها الحكومة إلى رواتب المتقاعدين وموظفي الدرجات الدنيا قد احترقت قبل أن تصل إلى أصحابها. سارعوا إلى إنقاذ الدينار العراقي وملايين المسحوقين والمحرومين قبل فوات الأوان. ونقرأ تقريراً من صحيفة المدى بعنوان: عراقيون يذكرون السوداني بعبارة الدينار هو الأقوى، ويطالبون بعودة الدولار لسابق عهده. حيث يتناول التقرير، يستذكر مواطنون قول رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني في وقت سابق، والذي دعاهم إلى عدم اقتناء الدولار، واستدرك آنذاك بعبارة الدينار هو الأقوى، معتبرين أن الحكومة فقدت سيطرتها على أسعار العملة الصعبة. وقال السوداني في كانون الثاني الماضي: طمئنوا المواطنين وادعوهم لئلا يقتنوا الدولار، والدينار أقوى، وسنعيد الدولار إلى سعره الرسمي ونوفره، ولكن كانت مجرد وعود فارغة. الحكومة عاجزة عن إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده رغم الوعود التي قدمها رئيس الوزراء بذلك. أسعار المواد الغذائية ارتفعت جداً، وباتت تثقل كاهل الناس بعد فقدان الدينار لقيمته أمام الدولار. ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن الشيخلي في حديث للمدى إن البنك المركزي حجم بيع الدولار النقدي منذ أكثر من 9 أشهر، في حين أن الطلب على الدولار ما زال مستمراً وازداد بسبب القيود التي وضعها المركزي لغلق المعابر غير الشرعية التي يتم من خلالها استيراد البضائع من دول الجوار المحظورة من التعامل بالدولار. من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي همام الشماع في حديث سابق للمدى أن تحقيق عملية استقرار سعر صرف الدولار في العراق مستحيلة في ظل عملية استعصاء عاملي العرض والطلب، مشيرا إلى أن عامل العرض يكون بيد البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الذي يقرر كم سيزود العراق من الدولار النقدي. أما عامل الطلب فهو التجارة مع دول الجوار وخصوصا إيران، فلا يستطيع العراق سياسيا أن يوقف التجارة معها بسبب علاقة إيران مع الإطار التنسيقي. إلى موقع كتابات، ونقرأ مقالا بعنوان: الاستيراد المنفلت للخضروات والفواكه يدمر السوق الوطنية. تتكرر أوامر فتح الاستيراد والمنع للخضروات والفواكه من دول الجوار وغيرها بلا ضوابط صارمة تراعي الإنتاج المحلي، وأيضا دعمه وحمايته تدمر المنتج المحلي.
وجولة واحدة في الأسواق تبين لنا حجم المشكلة التي يعاني منها المنتجون في طول البلاد وعرضها، بل إنهم يعبرون عن ذلك من خلال أنشطة وفعاليات تنقلها وسائل الإعلام المختلفة تعكس جانباً من الضرر الذي يقع عليهم جراء الاستيراد المنفلت. المفارقة أن المنتج يبحث عن الأسواق لتصريف إنتاجه ليس داخل البلد فقط، إنما خارجه لتطوير إمكاناته، ولكنه يصطدم بأمرين: أولهما أن حركة البضائع بين مدن العراق تواجه تقييدات وممنوعات جمة، وأحياناً تتلف السلع في مكان إنتاجها ولا يسمح بنقلها إلى أماكن الاستهلاك بذرائع واهية وحجج شتى غير مقبولة. والأمر الآخر، تفتح المنافذ الحدودية على مصراعيها للبضائع القادمة من دول الجوار، وإغلاق الأسواق الوطنية، وإصابة المنتجات الوطنية بالكساد، والإضرار بالاقتصاد الوطني، والتشجيع على تهريب العملة، وتجارة غسيل الأموال. العراق يستورد منتجات زراعية بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، فيما الاقتصاد الوطني أولى بها من خلال إنفاقها على تطوير زراعته والعناية بها وحمايتها من الاستيراد العشوائي، وبالتالي تخفيف حدة البطالة في الريف والحد من الهجرة إلى المدن والارتقاء بمستوى حياة الفلاحين العراقيين. إلى صحيفة شروق الجزائرية ونقرأ منها مقالا بعنوان: هكذا فقط سيتم وقف إطلاق النار في غزة. يقول الكاتب محمد سليم قلالة: بات واضحا اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتم بقرار سياسي ولا بمواقف عربية أو إسلامية أو حتى دولية. السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار هو بندقية الفلسطيني المقاوم وتكبيده العدو الصهيوني مزيدا من الخسائر. تأكدوا بأن أي قرار لوقف إطلاق النار قادم لن يكون بسبب ما يزعم البعض أنه ضغوط خارجية على الكيان أو الولايات المتحدة من العرب أو المسلمين أو من غيرهم، إنما سيكون بسبب واحد: فداحة الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال في شوارع غزة المقاتلة في اللحظة التي تعرف فيها هذه القوات أنها دخلت متاهة المقاومة ولن تخرج منها سالمة. لقد انتهت مرحلة الانتصارات التي كانت تتحقق فقط بسبب التفوق العسكري أو الاستخباراتي. كلاهما هذه المرة سقط، لا السلاح أفاد الاحتلال لحماية نفسه ولا الاستطلاع مكنه من ذلك. هذه أسابيع وهو يحاول دخول مدينة محاصرة مدمرة بالطيران بلا جدوى، وهذه أسابيع وهو يحاول اكتشاف نفق واحد تحت الأرض دون جدوى، وهذه أسابيع وهو يحاول أسر مقاوم واحد دون جدوى، وهذه أسابيع وهو يحاول تحرير أسير واحد من أسراه دون جدوى، رغم كثافة نيرانه وتفوقه الجوي التام والدفع بقوات النخبة لديه لمواجهة الموقف وتحريك كافة قواعده السرية وقواعد حلفائه دون جدوى. بيده سلاح واحد هو قتل المدنيين، استقوى على مواقع واحدة هي المستشفيات ودور العبادة، وتمكن من هدف واحد وهو مساكن الأبرياء بالمخيمات والأحياء السكنية. ما الذي حققه خلاف ذلك؟ لا شيء. لذلك فإنه سيضطر اضطراراً إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والخروج من قطاع غزة ذليلاً منكسراً. ونقرأ مقالاً من صحيفة الشرق القطرية بعنوان: الصورة التلفزيونية عدو إسرائيل اللدود. لم يكن العالم ليكذب الصورة التلفزيونية الحية القادمة من غزة، الصمود والمقاومة، صور جرحت كبرياء الغطرسة الإسرائيلية وعرت الشعارات الإنسانية المدعاة. لم تنقل تلك الصور الحية بشاعة قتل الآلة الحربية الإسرائيلية الممنهج الذي شمل الأطفال والنساء قبل الرجال فحسب، وإنما نقلت كذلك ذعر قادة الاحتلال في لقاءاتهم وإطلالاتهم الإعلامية. وبدأ وزير الدفاع مرتجف الفرائص
زائغ العينين لا يستقر لها حال، فعلم الناس أن فيهم ضعفا وخوارا يحاولون تغطيته بعمليات عسكرية حمقاء ليسجل التاريخ أسوأ ما عرفته البشرية من إرهاب وتعطش للدماء. لقد تزامنت الحرب الإعلامية على ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي مع حربه العسكرية الميدانية ضد غزة، ورغم الدمار والقتل إلا أن الأولى كانت بارعة في نقل الحقيقة المجردة ودحض الرواية الإسرائيلية، واتسمت التغطية الإعلامية عبرها بكثافة غير معتادة وتدفق غير مسبوق للأخبار والتقارير والصور. ولم تنجح مزاعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقناع أحد بأن حربهم على غزة هي حرب بين الحضارة والبربرية، بل أثبتت الصورة التلفزيونية المباشرة العكس تماماً، تشكل الصورة المنقولة من دمار ومعاناة غزة بعداً نفسياً كامناً في لا شعور المتلقي، باعتبارها تفصيلاً حياتياً يومياً، وتتجه ببصره وحسه نحو معايشة حقيقية وكأنه جزء من ذلك الواقع الأليم. وهذا الاندماج الذي تحققه الصورة يفرض التعاطي الإيجابية ورفض الظلم والمطالبة بمحاسبة الجاني، فضلاً عن أن ذلك يخلق تحصيناً ضد الدعاية السوداء التي يتعمد إعلام الاحتلال الإسرائيلي وداعموه بثها وفرضها على كونها بديلاً لحقائق الواقع. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. قام فريق علمي مشترك من الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب استراليا باستخدام نظام جديد لتشخيص الأمراض عن طريق تحليل لون لسان المريض، وذلك ضمن دراسة نشرتها دورية المعهد الأمريكي للفيزياء. أظهرت الدراسة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أن نظام التشخيص تمكن من الكشف الدقيق عن بعض الأمراض مثل السكري والفشل الكلوي في 94% من تلك الحالات ضمن طبعا البحث. كما يتوقع الباحثون أن تشكل نتائج الدراسة تحولا في استخدام الذكاء الصناعي في تشخيص الأمراض، لا سيما الأمراض المزمنة والمستعصية. في هذا الصدد يقول الدكتور علي الناجي الأستاذ المساعد في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب استراليا، يقول: منذ آلاف السنين كان الطب الصيني رائدا في ممارسة فحص اللسان للكشف عن المرض،
لقد أيد الطب التقليدي هذه الطريقة منذ فترة طويلة، ما يدل على أن لون وشكل وسمك اللسان يمكن أن يكشف عن علامات أمراض مثل مرض السكري ومشاكل الكبد، مشاكل طبعا الدورة الدموية أيضا والجهاز الهضمي، فضلا عن أمراض الدم والقلب. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الطريق طبعا صعب جدا، ذكرتني بتهجيرنا في 47 او 48 عشان بتصور هذا أسوأ تهجير في تاريخ العالم. قصف شديد يعني ورم علينا، وطلعنا من معسكر الشاطئ على جبل على اساس لحظة ما وصلنا الصبح البرد يجل احنا دار جنبه كان قصف 7 ادوار ونزلت على اللي فيها ربنا سر مش عارف كم شهيد صار فيها. نلقاكم بإذن الله.